إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، جاء في صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم فقال: آمين آمين آمين. فلما انتهى قيل له: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين ثلاث مرات. فقال: نعم، إن جبرائيل عليه السلام أتاني فقال لي: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار قل آمين، فقلت آمين. من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فبعدا له قل آمين، قلت آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فبعدا له قل آمين، فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم فبعدا له قل آمين، فقلت آمين. من لم يتب في شهر رمضان من الصعب جدا أن يتوب في غيره من الأيام، شهر تصفد فيه الشياطين ومرضة الجان، تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة، فلا يتوب في شهر رمضان من الصعب جدا أن يتوب في غيره من الأيام. عباد الله، اعلموا أن الناظر إلى المسلمين وحالهم بالنسبة لهذا الشهر الكريم يمكنه تصنيفهم إلى ثلاثة أصناف، ولعلي أكون خاطئا في ذلك أو مخطئا في ذلك. الصنف الأول هم الفائزون، وأما الثاني فهم الخاسرون، وأما الثالث فهم الفاجرون. الفائزون هم المؤمنون بربهم حقا، الذين صاموا رمضان وقاموا لياليه إيمانا واحتسابا، فلم يستثقلوا صيامه ولم يكرهوا قيامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان صيامهم جنة، كان صيامهم حفظا ووقاية في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي خصم وحفظ ووقاية من الوقوع في الزنا والفاحشة. أما في الآخرة فهو حفظ من نار جهنم، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. أولئك الفائزون الذين قطفوا ثمرة الصيام. تخيل لو أن الصيام كان شجرة وثمرته الأصيلة الأصلية هي تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل ثمرة يذكرها العلماء والخطباء والوعاظ مردها في أصلها إلى تقوى الله عز وجل. أولئك هم الفائزون الذين تابوا من معاصيهم توبة نصوحة،
الذين تابوا من معاصيهم توبة صحيحة فاستغفروا لذنوبهم ففرح الله بتوبتهم. انظر يا عبد الله، يفرح الله بتوبتك، ومن أنت حتى يفرح الله بتوبة عبده؟ يا من أولك نطفة مذرة وأخرك جيفة قذرة وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة، من أنت؟ يفرح بك رب العزة. جاء في صحيح الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحة بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، أي بحث عنها فلم يجدها، فأيس منها ومن العثور عليها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فرب العزة أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من ذلك الرجل الذي وجد راحلته. أولئك الفائزون الذين يقضون أيام رمضان كما كان يقضيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم وأرضاهم. فكيف كان النبي وصحبه يقضون أيام رمضان؟ كانوا يعجلون الفطر ويؤخرون السحور امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. أمرنا معشر الأنبياء أن نعجل فطرنا وأن نؤخر سحورنا أو سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. أولئك الذين يؤخرون السحور كما جاء أيضا عن الصحابي الذي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. أولئك الفائزون الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في قيامهم امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. الأولى من قام رمضان، هذه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان بأبي وأمي هو رسول الله، يقوم حتى تتفطر قدماه. وها هو السائب بن يزيد يقول كما جاء في موطأ الإمام مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين أي بمئات الآيات حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا عند فروع الفجر أي قبيل صلاة الفجر. هكذا كان. أما نحن في هذه الأيام إذا أثقلنا القيام قليلا تذمر الجميع، كل ذلك لكثرة الطعام. لقد أخذ المسلمون على عاتقهم في هذا الشهر الكريم أن يتفننوا في الصحون، إنا لله وإنا إليه راجعون. عمر بن الخطاب يقول: من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولكن هيهات هيهات، ثلث لطعامه في هذه الأيام وثلث لشرابه وثلث لحلواه ولا يبقي ثلثا لنفسه. فإذا جاء إلى الصلاة تنهد وتلحس، لا يجد مسلغا، لا يجد مسلكا، لا يتنفس. وكيف يتنفس وقد أكثر من الطعام؟ عباد الله، أولئك الفائزون الذين يقضون رمضان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي أيام رمضان، وكما كان صحبه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في الصدقة يتصدقون. وقبل أن أذكر الصدقة أذكر عباد الله وأذكر إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القيام خاصية خص الله بها عباده المؤمنين، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
تلك الخاصية للقيام التي بها حماية من الشيطان. نعم، حماية من الشيطان. في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام 3 عقد، ثم ينفخ فيها ويضرب عليها فيقول: عليك ليل طويل فارقد. قال: فينام، فإذا استيقظ أو فإن استيقظ فذكر الله حلت عقده، فإن توضأ انحلت أخرى، فإن صلى انحلت عقده كلها، فيصبح طيب النفس، فيصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أما الصدقة فلقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود في رمضان بالخير من الريح المرسلة. وها هو عمر يقول كما روى ذلك زيد بن أسلم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فوافق ذلك مال عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر. وانظروا يا عباد الله بما يتسابقون، يتسابقون إلى طاعة الرحمن. نحن في هذه الأيام نتسابق إلى التحالف مع الشيطان وإلى كراسي البرلمان وهلم جرى. قال: اليوم أسبق أبا بكر. فذهب إلى أهله فأتى بشطر ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أبقيت لأهلك يا أبا الخطاب يا ابن الخطاب؟ فقال: مثله. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. عمر بن الخطاب يقول: والذي نفسي بيده لا أسابقك إلى شيء أبدا يا أبا بكر. وكيف يسابقه وأبو بكر قطرة، وأبو بكر وعمر قطرة في بحر النبي صلى الله عليه وسلم، أما عمر فهو قطرة في بحر فضائل أبي بكر رضي الله عن الجميع. أولئك الصحابة الذين كانوا يقضون رمضان فيشدون العزم في الأيام الأخيرة من رمضان، لا سيما الأيام العشر. هذه الأيام التي قالت فيها عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. شد المئزر أي اعتزل النساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى أفضل ليلة على الإطلاق. وما هي أفضل ليلة؟ ليلة القدر. لقد فضل العلماء ما بين العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان وما بين العمل الصالح في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فقالوا: أما العمل الصالح في نهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهو خير وأفضل من العمل الصالح في نهار العشر الأواخر من رمضان وفي كل خير، وذلك لأن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة فيها أعظم يوم على الإطلاق وهو يوم النحر. أعظم الأيام عند الله يوم النحر. أما العمل الصالح في ليالي العشر الأواخر من رمضان فهو أفضل من العمل الصالح في ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، والسبب في ذلك هو ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذه الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم. عباد الله، أما القسم الثاني فهم الخاسرون الذين استوى عندهم الأمر قبل رمضان وبعد رمضان، الذين نسميهم بالرمضانيين، الذين ما استفادوا من رمضان إلا الجوع والعطش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وقال أيضا: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. أولئك هم الخاسرون الذين إذا ما انتهى رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه من سيئات ومعاصي. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أما القسم الثالث وهو الأخير فهم الفاجرون
الذين لا يعرفون لا رمضان ولا صيام، لا يعرفون شيئا عن الصيام، تبا لهم والويل لهم من مشهد يوم عظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون. جاء في حديث يرويه النسائي في الكبرى عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم، وهذه رؤيا للنبي ورؤيا النبي وحي من الله، بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان، أي ملكان، فأخذا بضبعي أي بيدي، فأتيا بي جبلا، فقال لي اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال سنسهله لك. قال فصعدت، فلما كنت في سواد الجبل فإذا أنا بأصوات شديدة، فقلت ما تلك الأصوات؟ فقال عواء أهل النار. قال فانطلق بي، فأتينا على قوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دمع تماما كما نذبح الشاة ونسلخها، نضع أرجلها إلى الأعلى ورأسها إلى الأسفل معلقين بعراقيبهم. والعرقوب هو العظمة الغليظة في مؤخرة القدم. قال مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دمع. قلت من هؤلاء؟ فقال هؤلاء الذين يفطرون رمضان قبل تحلة صومهم، أي من غير عذر شرعي. فيا عباد الله، انظر إلى أي فريق تنتمي. إن كنت من الفائزين الحمد لله، أما إن كنت من الصنفين الآخرين فلا تلومن إلا نفسك. إن كنت من الخاسرين، أو لا سمح الله إن كنت من الفاجرين، وأرضأ بإخواني أن يكونوا من الصنف الثالث، ولكن كثير من المسلمين، كثير من المؤمنين هم من الصنف الثاني، من الخاسرين الذين يأتون ويحرصون على الجماعة في رمضان، بل في أول رمضان، أما عندما يأتي رمضان في أواخره ترى الناس تقل ولا تأتي الجماعة. عباد الله، لقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على قراءة القرآن في شهر رمضان، فهذا هو شهر القرآن. أكثروا من قراءة القرآن ومن تلاوته واخشعوا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلج النار من بكى من خشية الله، لا يلج النار من بكى من خشية الله. إذا لم تخشى عند قراءة القرآن فاستفت نفسك وانظر إلى قلبك، فهناك مرض لا بد لك من معالجته. هذا المرض مرض شديد، ليس بمرض عضوي، وإنما هو مرض معنوي، قلب مريض لا يخشع لذكر الله عز وجل. ها هو ابن عمر رضي الله عنهما يقرأ سورة المطففين، فلما بلغ قول الحق سبحانه، فلما قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. بكى حتى خر وما استطاع أن يقرأ ما بعدها. هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النبي فيقول لابن مسعود: اقرأ علي. فيقول: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ له سورة النساء، فلما بلغ قول الحق: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال ابن مسعود: نظرت إلى النبي فإذا عيناه تذرفان بأبي وأمي هو رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، يبكي من خشية الله عز وجل. هذا هو شهر الخشية. عباد الله، شهر الصدقة. لقد أخبرني الأخ، هو الأخ عبد القادر، هو القائم على هذا المسجد مع إخوانه، أنهم بحاجة إلى مال يدفعون به دين هذا المسجد. هذا المسجد ما زال حسابه لم يسدد بعد، فلذلك أهيب بإخواني أن يتبرعوا وأن يجودوا بهذا المال. أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. تصدقوا عباد الله في رمضان وفي هذا الشهر الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. All praises you to Allah.
We praise Him, seek His aid and ask His forgiveness. We seek refuge in Allah from the evil of ourselves and from the evil of our actions. Whomsoever Allah guides, none can lead astray. And whomsoever Allah leads astray, none can guide. I bear witness that there is none worthy of worship except Allah alone, having no partner. And I bear witness that Muhammad is a slave and messenger. All you who believe, fear Allah, obey Him, be thankful to Him, and remember Him always. All you who believe, fear Allah, and die not except in a state of Islam. Fear Allah as He should be feared, and die not except in a state of Islam with full and complete submission to your Lord. O mankind, be dutiful to your Lord, who created you from a single person, that is from Adam. And from him He created his wife, that is Hawa, and from them both He created many men and women. And fear Allah through whom you demand your mutual rights, and do not cut the relations of the womb, that is of kinship. Surely Allah is ever and all watcher over you. All you who believe, keep your duty to your Lord and speak always the truth. He will direct you to do righteous good deeds, and He will forgive your sins. And whosoever obeys Allah and His Messenger has indeed achieved a great achievement. That is, he will be made to enter paradise, and he will be saved from the hellfire. Verily, the best of talks, the most truthful speech is the Book of Allah. And verily, the best of guidance is the guidance of His Messenger Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. And verily, the most evil of all matters are the ones innovated, for every innovated matter is an innovation. And every innovation is a misguidance, and every misguidance is in the hellfire. First of all, before I continue my English talk, please, can you just narrow the gaps between each other, make another row at the back, let the people who are standing up to sit down. And before I start as well, let me remind the brothers, when the imam or the person who delivers the sermon mentions the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the person during the Friday prayer, during the Friday sermon, he should not utter any word, even sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And this is the fatwa of Sheikh Albani and other shuyukh as well. That is, if the sermon being delivered, a person says sallallahu alayhi wa sallam, you shouldn't utter a word. Listen to the khutbah. First of all, Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in the hadith, in Sahih ibn Khuzaym, on the authority of Abu Hurairah, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam climbed upon his pulpit, that is the minbar, this pulpit. He said, Ameen, O Allah grant it, 3 times. After he finished, he was said to him by the companion, O Messenger of Allah, you said Ameen 3 times when you climbed upon the minbar or the pulpit. He said, indeed, Jibra'il, that is Jibreel alayhi salam, came to me and he said to me 3 things, and I'm concerned about the first one. He said, the one whosoever reaches the month of Ramadan, the one who still alive to witness Ramadan and fast Ramadan and doesn't secure for himself a pardon, that is, he doesn't have his sins forgiven, then he will enter the hellfire, so may Allah distance him away. Say Ameen, O Allah grant it. He said, Ameen, O Allah grant it. Based upon this hadith, the person, the one who doesn't secure a pardon for himself during this month, doesn't have his sins forgiven, doesn't repent to Allah during this month, it is almost difficult for him to repent on any other day. Slaves of Allah, the believers in the oneness of Allah, remember that the person looking at the Muslims at the moment, and that's what I believe through my own research, that I could divide and categorize the Muslims into 3 categories. I could be mistaken. Number 1, winners. Number 2, the losers. Number 3, are the evildoers. The winners, the ones who believe truly in Allah subhanahu wa ta'ala. The ones who fasted Ramadan, believed in Ramadan, hoped for their reward from Allah subhanahu wa ta'ala. The ones who doesn't complain about fasting, doesn't complain about praying during the Ramadan, those are the ones will have Ramadan for them as a shield, a barrier, a protection. In this life and in the hereafter, in this life, against fornication, whims and desire and inclination. As for the day of judgment, it's a shield for him against the hellfire. Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, O youth, whosoever of you is able to marry, then let him do so. As it restrains the eyesight
and will protect the private part. And if he's not able to do so, then let him do fasting. As fasting for him is wijab, is a shield. Actually, wijab means castration. The removal of the testicles. Castration. So fasting is like castration. And castration was permissible at the beginning of Islam. Then when Muhammad sallallahu alaihi wasallam came later on, and he forbade this castration. Person came to the Messenger of Allah. Oh, Messenger of Allah, can you give me the permission to castrate myself? He said, no. The castration in this ummah is fasting. This hadith in Muslim Imam Ahmad. And it is a shield on the day of judgment. Prophet ﷺ, he said, who fasts a day in the sake of Allah, then Allah will put a trench between him and the hellfire over which the same as between heavens and earth. So how many days you'll be fasting? That is for the sake of Allah. How many trenches you're going to have between you and the hellfire? Those are the winners, the ones who harvested the main fruit of this month. Imagine this month is a tree. And the main fruit, the original fruit, that is the fear of Allah, taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. All virtues, all superiorities, all excellencies mentioned by the scholars and the student of knowledge returns or refers back to the taqwa Allah. That is the fear of Allah. So everybody has to see if his fear of Allah has increased during the month or has decreased. I can't bring you a taqwameter to measure it, but you could tell if the person is more obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, he will be much closer. He will be having taqwa. If he's getting further away, then he should worry about this. The ones who are the winners are the ones who harvested the taqwa of Allah. Oh, you who believe, fasting is prescribed to you as it was prescribed for those who were before you, so you may attain taqwa. So the month is for taqwa. The winners are the ones who repented truly, sincerely. That is, at-tawbatun nasuh. So they made istighfar, invoked Allah for forgiveness. And Allah is happy and pleased with their repentance. Imagine Allah, the exalted, is happy with your repentance. And who are you? You're nothing. Imagine, think deeply about the word. Allah is happy with your repentance. Prophet sallallahu alayhi wa sallam says in the hadith, verily Allah is more pleased with the repentance of his slave than a person, a Bedouin. He is in the desert, a waterless desert, with his camel and his provision from food and drink is on top of his camel. Suddenly he lost his camel. He searches for it and he can't find it. He gives up hope. He gives up. He goes to a tree. He lies down in the shade of a tree and he gave up the hope. Suddenly he finds the camel in front of him. He holds its reins and says out of boundless joy, he blurts out, oh my Lord, you are my servant and I'm your Lord. He makes a mistake. It's a grievous and a major mistake. Allah is more happy and more pleased with the repentance of his slave than that person who found his camel and he made that mistake. Subhanallah. The winners are the ones who imitate and resemble the companions and the messenger during Ramadan. How the messenger and the companion used to spend Ramadan. Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he used to hasten the breaking of the fast and to delay the dawn meal, the suhoor. And that is the etiquette of the companions as well. They used to hasten the breaking of the fast and they used to delay the suhoor. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he used to do a lot of qiyam. He made a lot of qiyam during the night to the extent that his feet cannot hold him. One day, Abdullah, or one night, Hudhayfah ibn al-Yaman, he prayed with the Messenger of Allah. The qiyam prayer. The Prophet ﷺ started with the Fatiha. Then he started with the Baqarah. He said inside himself, within himself, Messenger of Allah, after 100 verses, he will bow down. He started reciting. He said, well, he will make the Baqarah into 2 rak'ahs. He started reciting. He continued. Then he said, well, he'll finish the Baqarah and they will bow down. He continued. Then he started reciting the Surah An-Nisa before Ali Imran. Then Ali Imran. 3
big surahs. Hundreds of verses. Not just like that. He recites them slowly. Whenever he passes a bird, there's a question there, he asks Allah subhanahu wa ta'ala. There is paradise, he asks Allah subhanahu wa ta'ala. There's hellfire, he seeks refuge from Allah subhanahu wa ta'ala. And then he bows. And his bowing, his ruku' is almost the same as his standing up. Like his reciting Baqarah, Nisa, Ali Imran. The same thing, Sami'a Allahu liman hamida. Then he made sujood and prostrated. The same length. Subhanallah, Abdullah ibn Mas'ud, one of the great companions, he prayed once with the Messenger of Allah and he said, I almost made something really wrong. He said, what did you want to do? What did you want to do? He said, I almost left the Messenger of Allah standing up and I wanted to sit down. And he's the Messenger, the one who had his forgiven, his sins forgiven, the past and the one coming forward. Abdullah ibn Mas'ud says, I wanted to leave the Messenger of Allah standing up and I wanted to sit down. The companions themselves, they used to recite 11 rak'ahs during the month of Ramadan. And it's Sa'ib ibn Yazid. He says, Umar ibn Khattab, he ordered Tamim al-Dari, companion, Ubay ibn Ka'b, another companion, to lead the prayer in 11 rak'ahs. And the reciter, he used to recite surahs containing hundreds of verses. To the extent that they used to support themselves on sticks and they never leave the prayer until close to dawn, to the fajr. That's how they used to do it. At the moment, people, they start complaining. Why? Too much food. When they break the fast, too much food. So many people, subhanallah, they would like to have everything. Everything that they never had before Ramadan. Everything they want to imagine. You don't imagine, they want to have it when they break their fast. Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he said, it's enough for the son of Adam. Pieces of food. If it's really nice food, then let him have one third for his food, another third for his drink, and the last third is for his breath. But the thing is that everybody, he have a third for his food, another for his drink, a third one for his sweet, a fourth third, and he borrows another third for his ice cream. So he's breathless. He comes to the prayer, he's out of breath. And that's why he complains. That is not the etiquette of the companions. You want to come to the prayer and don't complain, then don't eat a lot. Subhanallah. The winners are the ones who will be imitating and resembling the companions and the Messenger of Allah in the way that they spend charity, sadaqah. Aisha, she says that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in the month of Ramadan, he was more generous than the brisk wind. The gusting wind, the one which comes with rain. Rain is for us, is a blessing of Allah. For the English people, it's a miserable day. That's what they say. More than the brisk wind. That is how the Messenger of Allah used to spend the money and the sadaqah. And as for the companions, Umar al-Khattab is a very great story and I haven't got time to narrate that story between him and Abu Bakr. He brought half of his money, Abu Bakr brought all his money in the sake of Allah. And the best cause for you to spend your money, one of the best causes, that is to spend in something, for example, in building a mosque. Well, this mosque needs your money, need your charity. Inshallah, after the khutbah, I would like everybody to imitate. I wouldn't say Abu Bakr, bring all his money, because it's almost impossible. Because Abu Bakr is something. Something you can't find his example. I don't say to bring half of your money, because Abu Umar al-Khattab is something. I would like you to bring as much as you can. This mosque needs the money. Still in debt, still hasn't paid for the whole expenses of the premises. So please pay generously. Sadaqah. That is how the Messenger of Allah and his companions used to do during the month of Ramadan. The month of Ramadan is the month of Quran. Allah says in his book, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ. The month of Ramadan in which the Quran was revealed. هُدًى لِلنَّاسِ, a guidance for mankind. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, and clear proofs for the guidance and the criterion by which you distinguish between good and bad, between evil and righteousness. This is the month of Ramadan. This is the month of the Quran. Companions used to recite the Quran, but reciting the Quran as well, you have to have khushu'. Submissiveness. When you recite the words of Allah, you humble yourself. You have your heart is in response. It's a responsive heart. A heart which hasn't got the disease. That is the heart that you want to have. If you are not able to read the Quran,
That is, if you haven't got the tools, you can't really distinguish between a fatha and a dhamma and a kasra, you may not read the Qur'an except in front of a teacher. As for the person who can't read the Qur'an, I would say to him, listen to the Qur'an. How many people of you has read the whole of the Qur'an, as in the translation of it? How many people of you have read the interpretation of the Qur'an? You should be ashamed of yourself. You're in the month of Ramadan and you haven't finished yet the interpretation of the Qur'an. When are you going to finish it? This is the month of the Qur'an. And because the time is catching up, I will talk about the second and the third category. The second one are the losers. We call them the Ramadani people. The one who comes to Ramadan. Pray in Ramadan. After Ramadan is finished, they go back to their old bad habits. Isn't it? It is true. They even come to the beginning of the Ramadan. You find, mashallah, the beginning, the first 10 days of Ramadan, mashallah, so many people during the Qiyam. After that, people start to decrease, slowly and slowly. Those are the Ramadani. Those are the ones who got no benefit out of Ramadan except for hunger and thirst. Like the Messenger of Allah said. Those are the ones who lost the benefit, which is the taqwa of Allah. And the third one are the evildoers. That is the wicked people. The ones that don't know anything about Ramadan, nor about fasting. Those are the ones who the Messenger of Allah gave them a clear warning. When he said in the hadith that one night he was having a vision. The vision of the Prophet is a revelation. Two angels came to him, took hold of his hand, came to him, took him to a mountain. They said to him, climb up. He said, I can't, it's too difficult for me. They said to him, we'll make it easy for you. So they climbed up. And he said, when I was on the summit of the mountain, I heard howling, terrible cries. I said, what is this? They said, this is the howling of the hellfire. This is the howling of the people of the hellfire. Then they went and he seen some people strung up by their hamstrings. Exactly when you slaughter the sheep, exactly when you slay the sheep, the feet are up there, the head is down, with their jawbones and their cheek been torn off. Blood is shedding. Who are these? The Messenger of Allah is asking. They said, those are the ones who break their fast before the time that they may do so. They haven't got a legitimate reason. They're not travelers, they're not sick. They got nothing. Apart, they've got maybe earrings. Remember? Earrings. Those are the ones who call themselves Muslim. May Allah subhanahu wa ta'ala bring them back to faith. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us freedom from the hellfire. That is, this is the month where Allah grants His slaves from the hellfire. He grants them freedom from the hellfire. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ